النازيون الجدد أعداء للإسلام وليس لليهود. انتخابات الألمانية النهاردة، نتائج الانتخابات الألمانية، نفس الائتلاف المحافظ فاز في الانتخابات، الزعيمة ميركل زعيمة لألمانيا للمرة الرابعة بعد نجاح الائتلاف. لكن في بعض الملاحظات الأساسية على الانتخابات النهاردة، إن الائتلاف المحافظ ده اللي بيتشكل من حزبين، الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب الاتحاد المسيحي، الحزبين دول الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي خدوا نسبة هي الأقل منذ الحرب العالمية الثانية. إذا الائتلاف المحافظ ده حصل له درجة من الهبوط غير مسبوقة، وإن مكن السيدة ميركل من تشكيل الحكومة. الملاحظة الثانية، صعود بقى حزب ثالث داخل البرلمان، هو حزب البديل من أجل ألمانيا الاي اف دي. الحزب ده حزب نازي، فالأول مرة النازيين داخل برلمان ألمانيا النهاردة، لأول مرة النازيين منذ الحرب العالمية الثانية يرجعوا إلى البرلمان الألماني أو يدخلوا البرلمان الألماني. شكل عشان نفتكر بيه الخريطة الحزبية والسياسية في ألمانيا، عندنا الائتلاف اللي فاز نسميه الائتلاف المحافظ، هو بتشكل من حزبين، ده اللي هيحكم ألمانيا، اللي هو الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي. فدول حزبين محافظين، هم دول اللي فازوا في الانتخابات الألمانية، وهم دول اللي هيشكلوا الحكومة الألمانية. تاني حاجة بعدهم أو تالت حاجة بعدهم البديل. يبقى عندنا لو قلنا أنسب الرسم يكون كده، هنا الديمقراطي المسيحي، هنا الديمقراطي اهوت، بعديه الحزب اللي بعديه في الترتيب الاتحاد المسيحي، ادي الاتحاد، التالت هو البديل، وبعدين هنا اليسار زائد الخضر. الخضر دول كانوا موجودين في الحكومة قبل كده، خضر دول تراجعوا جدا، حتى لو دخل الحكومة بس قصدي تراجعوا. الجديد بقى ايه؟ انه حزب البديل ده حزب نازي. ادي الحزب الثالث في البرلمان اهو، انت عندك كده ادي واحد، ادي اتنين، ادي ثلاثة. ثلاثة حزب البديل ده حزب نازي. أول مرة الحزب النازي يدخل البرلمان، وداخل بمقاعد كبيرة، واخد 13% من الأصوات. الاتنين دول هو الائتلاف المحافظ، اللي هو الديمقراطي المسيحي الاتحاد المسيحي، اللي هو بزعامة السيدة ميركل، هي زعيمة هذا الائتلاف المحافظ. يبقى إذن الجديد إن الائتلاف ده أول مرة ينزل إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية، وإن استمر هو أكبر تكتل موجود في البرلمان. صعود النازيين ودخول النازيين البرلمان لأول مرة، وبعدين اليسار والخضر بقوا في المستوى الرابع. طبعا كده الخريطة بقت صعبة في ألمانيا، وكده النازيين اللي هم بدأوا بيقولوا دول 2013 بدأوا، تخيل حزب بدأ 2013، يبقى دلوقتي 2017 رقم 3 في البرلمان. لو كمل حزب البديل صعوده على هذا النحو، ده معناه ان فيه خطر على الأمن الإيديولوجي والأمن الفكري في ألمانيا. حزب البديل بدأ ضد الاتحاد الأوروبي، لكن دلوقتي بقى ضد المسلمين، بيقول ان الاسلام دين ارهاب، مش ان في ارهابيين من داخل المسلمين، لا، ان الاسلام نفسه هو دين ارهابي، وان الاسلام ليس جزءا من المانيا، وان الاسلام ليس دين السلام، وانما دين عنف وارهاب وقتل ودم. دي عقيدة حزب البديل لاجل المانيا لاي اف دي، اللي خد النهاردة الترتيب الثالث، ودخل النازيون لأول مرة البرلمان الألماني. بقت التركيبة صعبة، سيدة ميركل بتقول إنه كانت تتوقع إن يكون نتيجة أحسن، لكن ده اللي حصل، بتقول إن هي هتشوف الناخبين اللي انتخبوا حزب البديل علشان تحاول تستقطبهم فيما بعد. إنما في كتير من المثقفين النهاردة انزعاج شديد جدا، مظاهرات في ألمانيا، إزاي النازيين يدخلوا البرلمان في ألمانيا 2017 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كده بقت التركيبة في ألمانيا صعبة، إنما لحسن حظ ألمانيا
ان في زعيمه قويه خريجه علوم درست الكيمياء والفيزياء والدكتوراه ايضا في الفيزياء الكيميائيه، وهي سيده قديره تولت اداره البلاد، وصلت بالمانيا الى مستوى غير مسبوق من القوه الاقتصاديه ومن المكانه، وبالتالي بقاء عنصر الزعامه وبقاء السيده ميركل للمره الرابعه زعيمه لالمانيا ادى ضمانات وثقه رغم صعود حزب البديل ودخول النازيين لاول مره الى داخل البرلمان الالماني. لتوضيح هذا الشرح بعض الفيديوهات، الفيديو الاول من روسيا اليوم عن الانتخابات الألمانية وأبرز المشاهد فيها. النازيين الجدد في ألمانيا اللي هم في حزب البديل لأجل ألمانيا لإFD عملوا في برنامجهم تصويت على أن الإسلام عدو والإسلام ليس جزءا من ألمانيا ولا أوروبا. في كمان في ألمانيا حركة بيجيدا، هي أيضا حركة عنصرية معادية للإسلام، كل الشباب بتعمل مظاهرة بيكون فيها آلاف معادين للإسلام، نفس فكر النازيين الجدد حزب البديل أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا ولا أوروبا. ده كان تقرير محطة يورونيوز. محطة روسيا اليوم رصدت أيضا مظاهرات بقى أخلاقية مضادة لهؤلاء العنصريين المتطرفين اللي بيقولوا أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا. هذه المظاهرات بتقول التسامح والإسلام جزء من ألمانيا، وزعيمة ميركل كانت في مقدمة المتظاهرين.